لكل حدا منا هدف بالحياة، لكن ومع صعوبة الظروف كثيرة من العوائق ممكن تواجهنا، ومع الوقت ممكن نفقد الأمل. فكيف ممكن اليوم نتمسك بتحقيق أحلامنا ونقدر نتخطى الشوائب السلبية بداخلنا؟ كل هذا الشيء رح نتعرف مع ضيفنا لليوم الدكتور إيهاب الجندي، مدرب في مجال التنمية البشرية. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح الخير لكل سوريا. احنا صباح الطاقة الإيجابية وصباح الهدف يلي أكيد رح نحققه. يمكن مثل ما ذكرت زينب إنه في كتير ناس عندهم أهداف بالحياة، ظروف صعبة عم تمرق علينا، يمكن ما عم نقدر نحققه للهدف، بس عم نصر عليه لحتى نحققه. خلينا نبلش، أو خليني بلش حديثي، كيف نحن صح نبلش يومنا، أو كيف صح نبلش تفكيرنا، أو كيف صح نبلش أي خطوة لحتى نحقق أي شيء بدنا إياه؟ هذا حقيقة الجواب عليه رح يكون رح يؤدينا للطريق الصح اللي رح نشتغل عليه أستاذة. هلا الفكرة الأساسية، توماس أديسون هو معروف مخترع عالمي، كان يقول شغلة كتير حلوة واعتمد عليها ولحقيقة نجح. قال كل شخص فينا عنده إبداعات ومقدرات داخلية، وهو مسؤول انه يشتغل عليها او ما يشتغل عليها، يطلعها او ما يطلعها. فبالاخير هو فعليا بالاخير عم يرسم حياته، فانا اذا طلعتها واستخدمتها بالشكل المطلوب فانا فعليا عم برسم حياتي. فالنقطة الاساسية اللي بدنا نبلش فيها انه انا كشخص لازم اؤمن بقدراتي الداخلية، اعرف انه انا بالاخير خلقت رب العالمين. خلقت رب العالمين معناتها خلقة كاملة، فيها طاقات، فيها ابداعات، فيها شيء كثير كبير موجود هالشيء من جواتي. فهل انا قدران شوف هالمرآة الداخلية وقدر أنا أشتغل عليها وطلع هالشغلات الجوانية بالنسبة إلي واستغلها بالطريقة صح أو لا؟ فإذا بداية الشيء هو فعليا مننا نحن. ما منقول إنه مثلا دائما منقول أخي الظروف، في شيء تقدم لي، في ظروف مالية، في ظروف عائلية، في هذا كله شيء أساسي بالإضافة لشيء اللي باخده، بس كله بينبع من الذات. ولحتى يعني اذا بنرجع نحن للشغلات القديمه والقصص القديمه بنلاقي كثير من الاشخاص اللي انجزوا بحياتهم هن اشخاص ما تقدم لهم شيء، بس اعتمدوا على ايمانهم بذاتهم وعلى قدراتهم الذاتيه وطلعوا الطاقه الايجابيه الموجوده فيهم، وعم يعيشوا كل لحظه بحياتهم بطاقه ايجابيه. فهذا الموضوع كتير مهم بالنسبة لنا نبلش فيه لحتى نقدر نستغله بشكل أمثل. يمكن كتير في دراسات عالمية بتقول أنه دائما الفشل هو خطوة نحو النجاح، يعني مو أي عائق بيوقف أنه خلص نوقف ونراوح مكاننا. شو هي الخطوات اللي ممكن أي شخص أنه فعلا يتبع أو يمرن نفسيته عليها حتى يقدر يتخطى الاكتئاب ما بعد خيبة ما يعني بحياته؟ هي صحيح نحن هاي شغله كانت كثير يعني تاثر علينا كاشخاص، ونحن ايامها في اشخاص كثير بتخاف تاخذ اي خطوه ايجابيه او اي خطوه لقدام، خايفه انه بالاخير من كلمه الفشل. الفكره الاساسيه اولا نحن بدنا نلغي اول شيء مفهوم كلمه الفشل، نغيره لشيء اسمه عدم النجاح. هي اول شيء انه دائما تجربه يمكن. تماما او تجربه. يعني كلمه هيك فشل هي لها وقع سلبي حقيقه كثير صعب. نحن لازم نغير اول شيء طريقه تكلمنا مع ذاتنا بطريقه ايجابيه. كلمه فشل او عدم النجاح الناس بتشوفها هي نفس الكلمه، ولكن وقع الطاقي بسموه الطاقه الايجابيه هي وقع مختلف تماما. انا ممكن اشتغل عليها، فكلمه عدم النجاح بتصير نجاح، بشيل كلمه العدم. الشغله الثانيه بالاخير نحن لو ما اخذنا هذه التجارب وما نجحنا فيها تمام، ما عرفنا فعليا يصير عندنا تراكم الخبرات وتراكم الافكار، وبنعرف انه هذا الشيء صح او هذا الشيء غير صحيح. في اشخاص كثير اياما، يعني انا مثلا بعطي كثير كورسات مثلا ايام ببعض الشغلات المعينه، في مره انا قدمت على شيء بالشغلات بس كان شغله جديده ما كنت انا باخذها، فانا تعلمتها فعليا وصرت اعلمها لغيري. فالنقطه الاساسيه اول شيء تغيير المفهوم لهذا الموضوع هي شغله اساسيه جدا. الشغله الثانيه انه دائما في خبرات متراكمه. والشغله الثالثه وبصراحه نحن ممكن عم نقصر فيها هي نقل هذه الخبرات للغير. فانت بس بتكوني اخذتي هالطاقه، غيرت مفهومي واثرت ايجابيا، والشغله الثانيه بس بنقلها للناس الثانيين، فانا فعليا كمان عم بنشر طاقه ايجابيه. فكنت انا ايجابي من داخلي وكنت ايجابي من خارجي. فهيك بتلاقي دائما انت عايشه بحاله ايجابيه متكامله. نعم دكتور، يمكن اغلب الناس او كل حدا مننا يمكن بيعتمد ببعض اهدافه على اشخاص محددين او
أو يمكن مو كل الاعتماد، نص الاعتماد بيكون على أشخاص محددين، إما على بناء يمكن حياته الخاصة أو على بناء عمل أو على بناء صداقات. خلص أنا بعتمد على هذا الشخص أو بعتمد على أهلي أو بعتمد. الاعتماد قديش هو كمان بيخفف من هي الطاقة، قديش يمكن بتكون خيباته أبشع من الاعتماد على ذاتك. هي حياة شغلة نحن بنعيش فيها كتير بحياتنا، إنه نحن في أشخاص هن عم نعتمد عليهم، ولو ما موجودون بصراحة نحن بنقول إنه ماني قدران. بتلاقي مثلا إنه أنا رفيقي هذا اللي بيقدر يساعدني، أو حدا شريك حياتي أو إلى آخره. الفكرة الأساسية نحن كمان نرجع لموضوع تغيير المفهوم. يعني أنا هذا الشخص، نحن بحياتنا ناس اجتماعيين أو فصل العواطف. تماما هي فكرة إنه نحن ناس اجتماعيين، نحن بحاجة للناس كلها تمام بعضنا البعض. فالفكرة الأساسية أنا إذا غيرت مفهومي من شخص أنا أعتمد عليه اعتماد كلي لشخص هو شخص يدعمني في هذه الفكرة. أنا ما بدي منك شيء، أنا بدي إياك تدعمني. ممكن تساعدني بشغلة بسيطة بس ادعمني بالرأي، بالفكرة، بكذا، بتوسيع المنظور. أيام ممكن أنا يدعمني إنه لو شو هذا يتمناني. هي شغلة كتير أساسية، بس بالأخير هي رح تكون المرحلة الأولى. دائما نحن بحاجة لأنه ما نتخطى مراحل. مرحلة الأولى إنه لا، أنا بحاجة لأشخاص يدعموني، مو أشخاص أعتمد عليهم. فنحن رجعنا على فكرة تغيير المنظور. النقطة الثانية، كل ما صرت أنا شوي شوي عم برتقي بنفسي وعم بتعب على حالي وعم بيصير عندي طاقة إيجابية، بوصل لمرحلة صرت أنا صدر الطاقة الإيجابية، صار أنا شخص أعتمد على نفسي، عم بعمل شيء لحالي، ما عم بعتمد على الناس الثانيين، مع وجود إنه أشخاص عم يدعموني، ولكن صار منظوري لهذا الموضوع شخص شيء مختلف تماما. فالفكرة الأساسية بدي بلش أنا أول شيء، برجع بقول غير منظوري لهدول الأشخاص إنه هن أشخاص داعمين وليس اعتمادي عليهم. الشغلة الثانية بصعب أنا أعيش الحياة الإيجابية وأكمل شخصيتي، فلحالي رح وصل إنه باللا شعور هدول الأشخاص رح التأثيرهم، حتى لو أنا ما ساعدت إنه التأثيرهم بالنسبة لي. أكيد. يمكن عم نحكي نحن عن تحقيق هدف أو حلم ما، بس كمان الحلم أو الهدف لازم يكون في مقومات موجودة بالشخص، ما أنه تجي عن فراغ. يعني كل مقومات إلى شيء معين ليوصل له الشخص. فكمان كيف بيكون هذا التوازن، كيف بتعمل هذا التوازن عند الناس اللي بتلتقيهم، وخاصة في كمان في بعض الأشخاص يعني عندهم بطباعهم بعض المزاجية أو الاكتئاب، كيف بتتعامل معهم؟ هلا اول شيء النقطه الاساسيه هي كلمه كثير بسيطه بس تعمل نقله نوعيه، انه احنا نكون صادقين. شو معنات كلمه صادقين؟ صادقين اول شيء مع نفسنا، فانا لازم اكون صادق مع نفسي انه انا ايام احنا بنتهرب من هذا الموضوع، بقول انه والله هيك صار معي، هذا ظرفي، هذا كذا. لا، انا بدي اكون صادق انه انا فيني اعمل هذا الشيء. الشغلة الثانية والصدق لازم ما يكون بس داخلي، كمان رح يكون خارجي. أنا بس كون هدول الأشخاص اللي دائما بيكونوا عندهم طاقة سلبية أو بيكون عندهم دائما هالاكتئابية الحياتية اللي دائما بيعكسوها وحتى بيزعجونا فيها، فأنا بدي يكون معهم صادق. صادق بشو؟ صادق بعكس مشاعري إنه أنا أبهتم فيك وبحبك. فالشخص بس يكون شخص سلبي ودائما عصبي وكذا والآخري، بس تعكسي له طاقة الصدق في المحبة والاحترام وأنا بدي ساعدك، باللا شعور بتلاقي الهدأة تبعيت السلبية والغضب تبعه عم يخف باللا شعور. فأنا شو بعمل؟ أول شيء هالفورة الكبيرة بدي هديها. الشغلة الثانية بدي خاطب صدق الداخلي. صدق الداخلي إنه أنت عندك شيء كتير مهم. عم نرجع على النقطة الأولانية اللي حكيناها، إنه إحنا عنا شيء كتير كتير كبير، عنا مقدرات كتير كبيرة، خاطبنا فيها ذاتنا، بعدين رح نخاطب الأشخاص اللي جواتهم. طب أنت عندك شيء كتير كبير، أنت ليش عم بتصغر هالك؟ عندك شيء كتير كبير، إذا حطيته بقالب صغير أنت عم بتصغره. لا، اطلقه، بعمله، اعمل شيء. خاطب نفسك دائما بهالسلبية، هي شيلها. فباللا شعور برجع أقول هي شغلة ليست بكلمة أو بموقف، ولكن هي على التراتبية واحدة تلو الأخرى. بتلاقي باللا شعور صار الشخص شو يعمل؟ يطلع مثل ما نحن بس كنا أطفال، أهالينا بلشوا يزرعوا فينا يعني القيام والصدق الأماني وهذا القصص كلها، شوي شوي ما أخذوها بموقف أو بسنة أو بسنتين، فهي مثل بزرع بنزرع. فبالرجع بالأخير نحن عم نبلش من جواتنا وحتى عم نخاطب الناس بجواتهم، بس أنا كيف بدي أوصل لجواتهم؟ أول شيء لازم أنا أكون واصل لجواتي، صح؟ مشان الناس تشوف إنه أنا متصالح اللي جواتي مثل الموجود الشيء اللي عم يكسو قدام الناس. الشغلة الثانية أنا بصدقي مع الأشخاص الآخرين عم بدخل لجواتهم وعم بفتح مثل ما بيقولوا هالستارة لحتى يطلع هذا الشيء الإيجابي مرة ثانية.
نعم دكتور، يمكن حكيك كثير فيه من المعنويات وفيه من هي الطاقات يلي يمكن عم تقدمها لنا ولكل المشاهدين، ولكن خلينا نحكي هيك تدريبيا او اكاديميا، كيف فيه الشخص يكون مرآة حاله، او كيف فيه الشخص، خلينا نبلش من الخطوات بس تصحى الصبح، كيف لازم يمكن تآمن بحالك، كيف لما تعمل شيء انت تكون يمكن عم تشكر حالك وما تطلب من الناس، او لما تغلط كيف تأنب حالك وتتعلم من غلطك. خلينا نبلش من الصبح لاخر الليل، والليل شو بنعمل ذكرياتنا. كنت اليوم مع احد الاشخاص عم فرجيه فيديو كثير بسيط، انه دائما بكون بقول انا، فدائما كلمه انا بتجي تبع شغله، انا تعبان، انا مرضان، انا ما بعرف شو، فدائما انا بيقول لك دائما بعلم الطاقه الكونيه انه دائما كلمه انا هي بتجذب. يعني احنا اشخاص عندنا هاله طاقيه بسموها، الهاله الطاقيه بتجذب. فانا دائما بقول انا كبرت، بتلاقي لا شعور طلع هيك بجوز هيك، يعني بجوز مثل ما بيقولوا شغله من التجاعيد طلعت، بتحسسي انك كبرت كثير. انا مرضان، بيكون عنده شويه رشح بتلاقيه صار هيك قاعد بالفرشه ما عاد يقدر. لا، فاول شغله دائما كلمة أنا أو بسموه آي لازم تلحقها بشيء إيجابي، لأنك يعني أنت عم تزبي أنا شخص متجدد، أنا شخص عندي كرياتيفيتي، عندي إبداع، أنا شخص عندي طاقة إيجابية، أنا شخص مبتسم، أنا شخص عندي كاريزما. هي القصص حتى في أشخاص بتشوفوها، إنه بتكون في أشخاص لك زمان ما شفتيهم من سنة لسنة بتقولي لك والله زغران، والله ما شاء الله عليك، حليان، هي كثير نسمعها وعن جد بتكون هاي حقيقة. ليش؟ أن هن عم يعيشوا بهي الطاقة الإيجابية. فأول شغلة من الصباح خاطب نفسي، طلع هيك أقعد، نحن في فنجان قهوة بنحكي كلمتين، خاطب نفسي ولو دقيقة، أنا شخص إيجابي. دائما هاي المخاطبة النفسية بدي أعيش الحلم، هي نقطة كتير مهمة. وأنا دائما بقول لهم واحد عم يشوف حاله هلا دخل سنة أولى جامعة، يعيش الحلم، يضل يعيش حاله الحلم إنه أنا بعد 5 سنين أو بعد 4 سنين تخرجت. هذا الحلم الإيجابي اللي عم يشوفه بالله شعور بيعطيه طاقة. هاي النقطة الأساسية، هي كلها بتأخذ منها، هي عبارة عن تخيل. نحن دائما متخيل حالنا، بسموه أحلام اليقظة، ما صار معنا مصاري وجوزنا وصار عندنا أولاد وصرنا بأماكن كتير كبيرة وكذا. فالتخيل الإيجابي هاي بداية لا يستهان فيها، ودائما دائما يكون عندي صدق بتعاملي مع نفسي. أنا هالمرة ما قدرت أكون فعال بهالقصة هاي. ليش؟ مع أنه أنا بقدر، بجوز أنا ما حبيت أتواجه، بجوز ما حبيت أخذ هالمرة، فأنا رح أرجع أكون صادق مع نفسي وأشتغل على حالي. النقطة الثانية، خلصت داخليا، شحست حالي داخليا، بطلع لقدام الناس. دائما مشروع طاقة إيجابية، دائما مشروع طاقة إيجابية، طاقة إيجابية يكون دائما أكون شخص داعم للناس، دائما بشو شخص بعطي الطاقة الإيجابية للناس. الطاقة الإيجابية تبلش بالابتسامة، الطاقة الإيجابية تبلش بالكلمة الحلوة، الطاقة الإيجابية تبلش أياما شخص تحسيه متضايق بتحط إيدك على كتفه بتقول له معلش برافو عليك، أنا حاسس فيك، أنت متضايق، أنت كذا. هاي الشغلات نحن ما بنستهان فيها، بس صدقا بس بتحسي. مو بين يوم وليلة، يعني في طبعاً. عالم بتقول لك إيه صار لي يومين ما صار معي شيء. هي تماما هي الفكرة، هي الفكرة مثل شجرة الزيتونة، هي من أعظم الشجرات وذكرت بالقرآن والكتب السماوية، ولكن شلون بتبلش؟ هي بذرة وعلى سنين كتير ضخمة حتى تطلع وتعطينا إنتاج. هي الفكرة. بس الفكرة دائما شو بدنا نعمل؟ دائما بدنا المي والسماد والبذرة. نحن شو بيصير عنا شوية هالميات كتيناهن ومشينا على كلام حضرتك؟ لا، دائما هالطاقة الإيجابية، دائما الطاقة الإيجابية. بحس حالي أياما أنا ضايقت أو صرت هيك مثل بيقولوا خفت الطاقة الإيجابية، لازم بقى بسي أنا بالطاقة الإيجابية. كيف بدي هذا؟ بقول لك انه انا شخص مليت، ضايقت، صار عندي نوم من الكتابي، مباشره لازم اخذ اكشن، انا اكسر هذه الحلقه الموجوده فيني. ما تخلي الشخص انه يلا بعدين، ما بعرف شو. في اشخاص كثير بقول لهم انه مثلا ما بدي انا اعمل شيء، بالاخير بيطلع هو مالل. لا، انت اعمل شيء، جدد نشاطك شو ما كان، رفقه، طلعه، ممكن قاعده هيك لحالك، ممكن تمشايه، ممكن رياضه معينه، اي شيء يعني يشحز حالنا. يعني بصراحه دائما في امور بتكون احنا بتعاكس حياتنا او بتكون في شيء سلبي ضدنا، فما بخلي هذا الموضوع. يعني دائما كيف الانسان بيعمل، نحن بسموه واقي من الرصاص اذا بيروحوا بيحاربوا، فانا بدي اعمل درع واقي من اي طاقه سلبيه بالنسبه لي. في ناس بيقول لي انا اخي شو بدي اعمل، كل الناس اللي حواليه سلبيين، شو اعمل؟ قل له قوي طاقتك الايجابيه، ما تخليه مثل نحن صاد الحيوي بناخده، شو بصير فينا؟ بصير عندنا مثل نوع من الحمايه او المناعه.
فأنا إذا ضليت أنا ما باخذ دواء خلاص انتهى الموضوع. أكيد دكتور، يعني مثل ما قلت بالختام، طاقة الجذب والطاقة الإيجابية هي درع عم بيحسن هالشخص ضد أي عوائق أو مصائب عم تصادفه بالحياة. ونحن دائما بنقول لكل مشاهدينا يحبوا حالهم ودائما يتمتعوا بالمصداقية وأيضا الطاقة الإيجابية. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. كل المعلومات اللي أعطيتنا إياها أعطيتنا طاقة عن جد. شكرا لوجودك معنا. شكرا شكرا. يا أهلا وسهلا.